مدينة الرص 15/11/2013، كما نرى هذه هي كتيبة الهندسة التي تقع شمال مدينة الرستان. التي تقوم بقصف مدينة الرستان كما نسمع الآن أصوات الطيران الحربي فوق أجواء مدينة الرستان، كما نرى هذه هنجارات ومستودعات الذخيرة في كتيبة الهندسة. بعد أن قام الجيش الحر بضرب هذه الآلية التي كان يتواجد عليها إحدى العربات، قاموا بإقامة سواتر ثم تقع خلف هذه الدبابات التي تقوم بقصف مدينة الرستان. كما نرى هذا هو أحد الشبيحة في كتيبة الهندسة. وهذه إحدى الخيم والتي يجلسون فيها جنود الأسد الذين يقصفون مدينة الرستان. هذه الكتيبة تقع شمال مدينة الرستان وتمتد على عرض المدينة، كما نرى هذا المهجع. بإذن الله وبسواعد الجيش الحر سوف نقوم بطردهم من مدينة الرستان. مدينة الرستان 5/11